عبد الرحمن من الرياض معنا على الخط، تفضل عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام. صالح. عليكم السلام. شيخ انا عندي استفسارين بسيطه ان شاء الله. السؤال الاول شيخ، الان ظهر لك كلام في عن الديوان والتجمعات امام الديوان، انك قلتها بعدم جواز التظاهر امام الديوان، ثم ظهر كلام في اليومين السابقين يقول ان احدهم زارك وقال انك نصحتهم وقلت امضوا فانكم على خير. نريد الكلام الصحيح يا شيخ، لان التبست على الناس الامر، نريد الكلام الصحيح. السؤال الثاني يا شيخ، لحظه بيجاوب الشيخ على هذا، تفضل. يا اخي اترك الكلام هذا ولا تدخل فيه بهالمهاترات هذه. الناس يتلمسون الزلات ويتصيدون العثرات، ولكن الحمد لله لا يجدون ما يسرهم، ما يجدون إلا ما هو ضدهم. وأنا لم أتناول الذين راحوا يراجعون الديوان الملكي. الديوان الملكي مفتوح للمراجعين ويجتمع فيه الخلق الكثير يراجعون في ذلك، إنما أعني المظاهرات والاعتصامات، هذا الذي سئلت عنه فأجبت بأن فيه قرارا من هيئة كبار العلماء تحريم المظاهرات ومنع المظاهرات والاعتصامات، وأن الذي عنده مراجعة يراجع بالطرق النظامية، الطرق الصحيحة، هذا الذي قلته. نعم، شكرا.